قبل شوفتك اليوم، ودنا نستفيد حقيقة من خبرتك في الرقية، وخاصة اللي نسمعهم دائما يعني عنده وسواس المرض وكذا، وش تنصحهم فيه وكذا؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. الرقية الشرعية لي فيها خبرة حوالي 35 سنة، فما وجدت أفضل من الإنسان يرقي نفسه. الله سبحانه وتعالى أعطانا الشفاء على طبق سهل وميسر، فالفاتحة اللي يقرأ الإنسان في صلاته واجبة وفي النافلة أعظم رقية شرعية، وسمى الرسول صلى الله عليه وسلم الرقية والشافية وأم الكتاب والشفاء التام والشفاء الكامل، هذه كلها في الفاتحة. بل والإنسان المريض بأي مرض كان يركز على الفاتحة لشفى الله سبحانه وتعالى شفاء لا يغادر سقما. حتى أني في الآونة الأخيرة اكتشفت طريقة، مثلا أن الإنسان يقرأ الفاتحة 100 مرة، وكل 10 قراءات للفاتحة يقول اللهم رب الناس اذهب البأس كل البأس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما بحق هذه الصورة العظيمة سريه مباركة، ثم ينفذ على صدره بإذن الله سيلاحظ الفرق بالعافية يوميا، حتى يكون أصح الناس وأسعدهم. إن شاء الله. هذا في كل مرض، السحر، العين، الحسد، مرض الوسواس. الفاتحة 10 مرات يعني يقرأها 100 مرة، 100 مرة، وكل 10 مرات يقول هذا الدعاء. جميل. وينفذ على صدره.